السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، واهلا بالانيقات الجميلات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال، تنسيقات عصريه وجديده وانيقه. فاذا كنتي مهتمه بموضوع الموضه، ما عليك الا تنضمي للقناه وتفعلي جرس التنبيهات، هكا باش يوصلك كل جديد تاع هذه القناه هذه. فكما كتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا على العبايات، كما كتشوفوه معايا عبايات رائعه وانيقه اللي تخليك تشوفي اخر ما كاين في العبايات. فكما كتشوفوا معايا هذه، شوفوا معايا في صالتها كيف دايره، هنا في لا كولور نوار، وهذه كذلك، يعني كيبقى عندنا نفس الفصالة ديال العباية، فقط الاختلاف في اللون. ومعنا هاد العباية هادي كما كتشوفوها معايا، منبتة بواحد الطريقة اللي هي غزالة كما كتشوفوها معايا، منبتة في القدام وفي الكمام كذلك، ومعها لاسانتيغ ديالها، ودايرة معها الفولار في نفس اللون ديال العباية. وهنايا واحد الشكل اخر ديال العبايات ولا اللي كيتلبسوا على هكا لي غوب طوال. شوفوا معايا هذا الشكل هذا اللي جاي مقبوط في اليدين وجاي انيق في البيسه ديالو. شوفوا معايا هاد العبايه هذه اللي جات هي غزاله بهاد لاسانتور هذه ديال التنبات. شوفوا معايا جايه سامبل وغزاله. شوفوا معايا الفصاله ديالها حتى هي كذلك، وهاد العبايه هذه حتى هي اللي جايه خطيره في البيسه ديالها كما كتشوفوها معايا. شوفوا معايا التنبات كيفاش مخدوم فيها بواحد الطريقه اللي هو سامبل. شوفوا معايا كذلك الكمام، الفصاله ديال الكمام. شوفوا معايا كذلك الفصاله ديالها، وهذا نوع اخر ديال العبايات. شوفوا معايا الطريقه ديال التنبات اللي ممكن عندنا فوق الكتيفات. شوفوا معايا، وهذا موديل اخر ديال العبايات اللي كيجي مريح في اللبسه. فشوفوا معايا اللوينات، هاد اللوينات، وشوفوا معايا واحد الرشمه ديال التنبات اللي جايه فوق الكتف اللي جايه غزاله. فهنا لا فيديو هنا كيقربكم اكثر لهاد الانواع ديال العبايات. وبالنسبه للسيدات العاشقات لهاد الشكل ديال العبايات اللي هما مريحين في اللبسه ديالهم، اللي كيجيو مريحين في اللبسه، شوفوا معايا كذلك الطريقه ديال هذه الخدمه ديالها وفصاله ديالها كذلك. وشوفوا معايا هذا النوع اخر اللي خرج جديد في العبايات. شوفوا معايا، شوفوا معايا الخدمه ديالها كيفاش مخدومه في اليدين. شوفوا كيفاش مخدومه هنا في الملاقيه ديال العبايه، مع لا سانتور ديالها كي جات غزاله. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب. وهذا النوع اخر ديال العبايات، شوفوا معايا، وهذا الفصله اللي هي غزاله وانيقه، وكذلك هذا النوع هذا اللي كيجي منبت في عند الصدر وكيجي محلول بحال هكا، اللي تقدر تلبسيه مع لي غوب طوال. وهنا بالنسبه للعريسات اللي كيبغوا العبايات باللون الابيض، شوفوا معايا هنايا الطريقه ديال الخدمه ديالو في الكميمات، كيجات غزاله ما شاء الله. وشوفوا معايا هذا الشكل اخر ديال العبايه اللي جاي انيق غزال بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود في العبايه. شوفوا معايا واحد الخدمه ديالها اللي جايه غزاله ما شاء الله. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه هذه وطريقه الفصاله ديالها. وهذا البنات موديل اخر، شوفوا معايا حتى هو كيداير في الكميمات ديال العبايه كيفاش مخدومه. هنايا بالثوب ديال الساتان كتشوفوه معايا، وهنا عبايه اخرى كما كتشوفوها معايا حتى هي جايه غزاله ما شاء الله باللون الابيض والاسود، وجاية أنيقة في البيسة ديالها. شوفوا معايا، فكنتمنى لا فيديو يعجبكم، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر إعجاب، وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد تاع هذه القناة.